قبل ما نبدا كاين واحد المقطع اللي حابكم تسمعوه وتسمعوه مليح. Ladies, take your time. Yep. نتمنى انكم تسمعوا المقطع هذا مليح. حبيت نقول لك باللي شنو الناس اللي يحبوا ديما يفشلوك يخليوك تدير والو نهار طول يقول لك اك ما تقدرش اك ما تنجمش انتك خاطيك يا زعما حب ديرك يا حب دير كيف فلان وكيف فلان عم بالك وانا نقول لك الشيء هذا خاطرك انا يا كيما انت شفت خاطرك انا يا كيما انت شفت الخداع شفت الصفا عاديك انت يا كيما انا لازم تخدم لازم تعادي بديت الحياة في عائلة كانت متواضعة فيها أب وأم وربعة إخوة كانوا روعة نتغدوا فوق المايدة وفي الليل نفرش ونطارح ونعوموا بالباسينة والبيدون كانها بالطالع طلع كنت صغير شحال نلعب في الطريقة في الدار تحكمني الغمة المورة وكان فيها الضيق ملا فيق وش بيك بابا مش ملياردار أنا كيفك مربي في كارتي بوبو بوبولار حتى أنا كيما انت كانوا عندي صح والدينا ما كسبوا في حياتهم لحانوا طوموبيل عطاونا درس كبير البركة في القليلة اللي يرضى بالقسم يرضى عليه رب العالمين حتى انا كيما انت كنت مربي على الاخلاق بزاف حبيت نبدا كلامي is it on اكم تسمعوا حبيت نبدا كلامي بهذا المقطع لسببين اثنين السبب الأول هو أنه مضمون ومعناه يلخص حياتي ومانيش حاب نحكي على روحي كتير أنا مجرد شاب بسيط كبر في حي شعبي وما زالوا ساكن اليوم هذا في حي شعبي وفخور بهذاك حاب مشكورين وبالرغم من أني متشرف كل شرف أنه حنحاكيكم أنتم لكم في القاعة وعندي كل فخر أني بيناتكم لكن أنتم بصراحة مش أولويتي اليوم في الخطاب هذا لأنكم مدامكم هنا وخذيتوا من وقتكم وعرفتوا شنو هو تيدكس هذا يعني أنه فيكم من الإيجابية ما يكفي أن يبنى عليه وما يكفي أن يبشر باللي الجزائر مازالها بخير ولكن الناس اللي يحب هذا حيكون في يوتيوب وفيسبوك رايت أوكي هاملك الناس الخطاب هذا يحب حبوا يوصل للشاب الجزائري البسيط اللي ما سمحش بتيدكس من قبل واللي حتى لما سمع بشنو هو تيدكس وجاي يجرب أنه يفهمه ألقاكم تحكيوا بلغة مش لغته ولا تحكيوا عن أمور ما تلمسوش هو شخصياً هذاك الشاب أنا حاب نقول له أنا كيما أنت اليوم ما جيش نحاضر عليك ما جيش نخطب عليك ما جيش نفتي عليك جيت برأي بسيط جداً حاب نشاركه معك قبلته يا مرحبا ما قبلتوش أنا نكون سعيد ودرت واجبي السبب الثاني لاختياري لهذا المقطع هو أن ملي كنت صغير من المعجبين بلطفي دوبلكانو شكون يعرف لطفي؟ سمحوا لي شكون ما يعرفش لطفي ما كانش ملي كنت صغير من يامات الوالكمان دير الوالكمان هنا والكاسات ولا ما كانش عندك ريفرس تجبد الكاسات وتدخل ستيلو وترجعها اللور ايوه من هذوك سمعت كل البوماته من لا كامورا فوليوم 1 فوليوم 2 فيروس كل البوماته وانا انسان نقدره ومعجب شخصيته ونحترم شجاعته ونحترم رايه ونحب تواضعه وقربه للشباب ولكن هذا ما يمنعش انه لطفي مره كنت نتفرجه وهو اللي نبهني للمشكل ولا للامر اللي راح نعالجوه اليوم انا من الناس اللي ما تفرجش كثير التلفاز مره شعلت التلفاز لقيت لطفي يحكي فرحت قلت راح يحكي لنا على الالبوم جديد ولا الحفله جديده ولكن لقيته داير موعظه دينيه قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا امر محمود جدا لانه لا خير في قوم لا ينصحون ولا يقبلون النصيحه ياك ولكن بمجرد لقيته حسيت انه كان يخدم في خدمه امام صح؟ بعدين بدلت القناة رحت القناة آخرى لقيت الإمام الشيخ شمس الدين شميسو شكون يعرفه؟ تعرفوه؟ لقيته ينكت ويهرج ويتمهبل يخدم في خدمة المهرج بدلت القناة وحشت اليتيمة حبيت نشوف اليتيمة لقيت المهرجين في البرلمان يعني لقيت مغني يخدم في خدمة إمام إمام يخدم في خدمة مهرج مهرج يقرر قراراتي ويصادق على قوانيني وعلى ذكر البرلمان ما تخافوش مش راح نحكي على السياسة اني شفت شي ناس خافوا وجماعة التداكس لا يخاف والله ما نعاود ميكرو صحيح عم جابوا لي ميكرو حساس للأمور السياسية صافي على كل حال
إيه وين كنت؟ مانيش حاب نحكي على السياسة لسبب بسيط، إنه السياسة في ذهن الشاب الجزائري البسيط صارت عائق. صرنا نحكي على السياسة على شكل أنها ضمير مستتر تقديره هم. الشاب الجزائري علاش ما نجحتش؟ هم ما خلونيش. علاش ما مشيتش؟ هم ما يخليكش ديرو. علاش ما درتش المشروع تاعك؟ هم ما يخلونيش ننجح. وانا مدابيا ننساو هم هادو اليوم ونركزوا على احنا، نركزوا على ذاتنا. واجدين؟ ولكني قبل ذاك حاب نسقسي عليكم، وش راكم؟ بخير؟ وش رام اهاليكم؟ بخير؟ من اجمل الامور في الحياه الجزائريه هي انه لما الواحد يسالك عليك مباشره بعد ذلك يسالك على اهلك، وهذا يدل على جماعيه المجتمع الجزائري. لكن برا يسالك هاو ار يو، وات دو يو دو، هاو از يور جوب، هاو از سكول، اتس فيري انديفيديوال. هذا امر محمود عندنا في الجزائر اللي نتمنى انه نعطوا لعائلاتنا ومجتمعاتنا قيمه. ولكني اليوم احنا نسالكم على شيء ما عنده حتى علاقه بعائلتكم، ما جيتش لهنا باش نناسبكم ولا على خدمتكم، ولا ما على باليش يسموها، ما جيتش لهنا باش نقرعج عليكم. حنسالكم سؤال مهم جدا نتناساوه، يا ناس وش راهي بلادكم؟ شحال عندكم ما زرتوهاش؟ شحال عندكم ما سقسيتوش عليها؟ كي راك ترقد في الليل راك تسقسي روحك واش درت لبلادك في النهار هذاك؟ كي راك تنوض الصباح راك تسقسي روحك واش راح دير لبلادك في النهار هذاك؟ راح نثبت لكم باللي تناسيناها. شكون يعرف التاريخ هنا؟ تعرفوا شويه تاريخ؟ شويه. راح نسالكم على بعض التواريخ اللي صارت في الثلاث سنين فقط اللي فاتت، مش في مش راح نحكي لكم على الثوره ولا على عهد ماسينيسا، في الثلاث سنين فقط اللي فات. نقول لكم تواريخ وقولوا لي واش صرا فيها. جاهزين؟ اللي يشوف ويشوف يسقسي في عمي جوجل نخرجوه من الصاله. خلوا تليفوناتكم جه. التاريخ الاول 17 جوان 2014 واش صرا فيه؟ 17 جوان 2014 لما تعرفوش نجوزو. صح صح. التاريخ الثاني 16 جونفي 2013، خطا باس. التاريخ الثالث 5 و6 جونفي 2015، واش على بالكم شو شوي صرا في بلادكم يا ناس؟ التاريخ الأول هو تاريخ مقابلة الجزائر مع بلجيكا اللي خسرنا فيها في كأس العالم 2-1. دوك تعرفوا علاش سألكم عليها. تاريخ ثاني هو تاريخ الهجمات الإرهابية على تيغنتورين. ما سمحتكش. التاريخ الثالث هو تاريخ انخفاض أسعار البترول عالميا وتقرير سياسة التقشف في الجزائر. شكون يقدر يقول لي وش هو المشترك بين كل هذه التواريخ من غير أنها عندها علاقة بالجزائر؟ لا هذيك باينه من بكري. بكري باينه. ممكن. التاريخ الاول لما خسرنا مع بلجيكا يا ناس، 40 مليون جزائري تحول من مجرد شعب عادي الى خبير رياضي خبير كروي. 40 مليون جزائري صاروا كلهم حليلوزيش ما يعرفش البالون. حليلوزيش يلعب لاطاك ما تلعبش ديفونس. من جداتي الله يطول في عمرها اللي مازال دايره باللي باللومي يلعب في ليكيب ناسيونال، حتى القريبي الصغير اللي داير في باله باللي كابتن ماجد صح يلعب في ريال مدريد. كلهم صاروا خبراء في كرة القدم. التاريخ الثاني هجمات على تيغنتورين، 40 مليون جزائري تحولوا من شعب عادي إلى خبراء جيوسياسيين ومحللين عسكريين. كنت نقرأ في الخبر حاب نفهم واش صار، بعدين قريت التعليقات، قريت واحد السيد قال لهم لا ضربوهم بهليكوبتر، تيرات عليهم واحد الصواريخ، الصواريخ هذوك يفرقوا بين الكوار والعرب. قلت له القوار وخلاه العرب. بديت نخبط في راسي انا، ما فهمش كان يحكي على الخبر اللي شفناه هنا ولا كان يحكي على بارتيه تاع كول اوف ديوتي. المفيد الثالث كيف لما علينا سياسه التقشف داو 40 مليون جزائري كخبير اقتصادي، لازم نصدروا الروينه، لازم نصدروا البركوكس، لازم نديروا كذا. صارت فيه عندنا جراه على الحديث في كل الامور. الجزائري صار يظن انه يفهم في كل المجالات، الجزائري صار عنده هذا الغرور انه يفقه في كل المجالات، الجزائري صار لا يجادل، الجزائري صار لا يناقش، الجزائري صار لا يتحمل النقد. وهذا امر خطير وخطير جدا، لانه هذا الامر يقتل اناس الخبره ويقتل كفاءاتهم، وهذا مشكل كبير جدا. الجزائر راح تدخل كتاب جينيس للارقام القياسيه على اساس انها
أكبر تكتوكة في العالم. خلوطة، واحد مو في بلاستو، كل واحد مو يخدم في خدمته. وأنا اليوم لقيت حل، جيت نشاركه معاكم. واجدين؟ رح نمدهو لكم باطل. ونأكد لكم لو كل واحد فينا طبق هذا الحل في 10 سنين المقبلة، الجزائر رح تكون من أقوى الدول. هذه ما تسمعوهاش كل يوم. ونأكد لو طبقناه الحل هذا، أي مسؤولية كبيرة، راكم صح واجدين؟ بسم الله. باسمي وباسم رئيس الجمهورية أعلن رسمياً تعيين كل جزائري وجزائرية رئيساً أو رئيسة لدولة. حدود هذه الدولة مرسومة بدائرة، مركز هذه الدائرة هي فخامة الرئيس أو فخامة الرئيسة، ونصف قطرها 2 متر. ما كفاتكمش جزائر واسعة الضيق في القلوب، نزيدوا لكم 4 متر. بمعنى أن كل واحد فيكم من الآن رو رئيس تاع دولة، حدودها دائرة، وين تروح تمشي معاك، وين تجي ترجع معاك. فأغلب الأحيان سكان الدولة اللي راك مسؤول عليها هي أنت وحدك، وهذا يلزمنا أنه نعلنوك كوزير لكل القطاعات. مسؤولية كبيرة، حتكون وزير التربية والتعليم، بمعنى حتكون مسؤول عن تربية وتعليم الناس اللي هم داخل دولتك. راح تكون وزير للدفاع، هذه ما نخافش عليكم فيها. راح تكون وزير للثقافة، حتكون مسؤول عن تثقيف وناس دولتك اللي في معظم الأحيان هم أنت وحدك. راح تكون وزير للعلاقات الخارجية، بمعنى أنه دولتك الصغيرة هذه كيفاش حتكون علاقتها مع الدول المجاورة ليك، ليها أهلك، ناسك، جيرانك. وهنا دير في بالك باللي علاقاتك في المسجد، في الجامع، حتكون سهلة مقارنة مع علاقاتك في الصطاد، كي تبدأ تقول وتبدأ تسمع في الغاشي. واجدين المسؤولية هذه؟ واجدين أنكم تجربوها على نفسكم لمدة شهر، وتشوفوا وش هي القطاعات اللي نجحتوا فيها، وش هي القطاعات اللي فشلتوا فيها. تصارحوني أنكم راح تديروها بينكم وبين رواحكم. ماش ما تكفيش عاودوا، تصارحوني أنكم ديروها بينكم وبين رواحكم. صح. عندي خبر سيء وخبر مفرح. الخبر السيء هو أنه منذ 7 شهور تقريبا وقع لي حادث، والحادث هذا لزمني أنه نعمل عملية في رجلي. ما كنتش نقدر نتحرك، ني خدمة ني والو، أبعد شيء كنت نخرج ليه هي نخرج نقعد في الحومة. الخبر الصار هو أنه كان عندي الوقت باش نطبق هذا الشيء على جيراني، على ناسي، على ناس ما نعرفهمش، على ناس قلت لهم الفكرة والناس ما قلت لهمش الفكرة، وقعدت لاحظ فيهم صباح وحشية لمدة تقريبا 5 أشهر. حابين تعرفوا النتائج؟ حابين تعرفوا القطاعات اللي نجحوا فيها الدويلات الجزائرية هذه؟ حابين تعرفوا القطاعات اللي فشلوا فيها الدويلات الجزائرية هذه؟ مهتمين؟ بسم الله. كان فيه فشل مخزي في القطاعات 3 الآتية. القطاع الأول قطاع التربية والتعليم. رح نفصل التربية عن التعليم. يا ناس أخلاقنا راحت، يا ناس مبادئنا ما هيش كما كانت بكري، يا ناس معاملاتنا مع بعضنا ما بقاتش. كي نحكي على التعليم، الجزائري ولا إذا قرأ يقرأ جريدة الهداف وصورة الكهف نهار الجمعة، السلام عليكم. هذا أمر يوجع. القطاع الثاني اللي فشلوا فيه الجزائريين، ولا اللي فشلنا فيه كجزائريين، قطاع النظافة والتهيئة العمرانية. الجزائر حشاكم وأكرمكم الله صارت مزبلة كبيرة، ولينا نحشموا نجيبوا البراني يشوفها. والدويلات الصغيرة هذه صارت نظيفة داخل دارها، ولكن برا دارها ما يهمهاش وش يصير. القطاع الثالث هو قطاع العلاقات الخارجية والعلاقات الدولية. علاقات الدويلات الجزائرية هذه، علاقات الناس مع بعضها، الجيران مع بعضها، ما تبشرش بالخير. الأهل تنساو أهلهم، أصحاب نساو أصحابهم. أنا لما مرت كنت نتمنى أنه شي أصحابي يجوا يزوروا، ولكن أصحابي تكافاو get well soon on Facebook. الجيران ولو ما يعرفوش أسماوات جيرانهم، ولا ما يعرفش إذا جاروا بات جيعان ولا بات شبعان. وهذا أمر ما تربيناش عليه وما لازمش نعيشه. هذه هي 3 قطاعات اللي كان فيها فشل ضريع، واني متأكد لو تلاحظوها على ناس ودخرين حتلقاوها مطبقة. كان فيه من الجهة أخرى بزوغ البعض الصفات، بزوغ طاغي لبعض الصفات اللي في البداية أنا ما فهمتش هذه الصفات كيفاش نحكسوها على الواقع، ولكن بالعقل
لقيت لها تسمية وسميتها the three T's التاءات الثلاث يعني كل واحدة فيها تبدأ بالتاء وراح نسميهم بالعامية كيفاش نسميهم هنا في الحومة باش كل الناس تفهمها ونتأسف مسبقا أتأسف مسبقا كل الناس إذا كان الكلمات هذه غير مقبولة ولا غير مسموعة في بعض مناطق الجزائر التاء الأول في بالكم وشنو هو صفة طاغية على الجزائريين صارت هذيك الثالثة التقعير التكبر بالعربية النرجسة الجزائري كما كنا نحكو صار حاط روح وفاهم في كل العلوم من علم البحار إلى علم الغبار كل العلوم صار يفقه فيها صارت عندنا واحد العزة في مكان غير مناسب نحكو في كلش نفهمو في كلش نتفلسفو في كلش صح ولا أني غالط القطاع الثاني يبدأ بالتاء ومش تقرعيج تمنشير يدخل في تقرعيج هو تقرعيج السلبي هو التحراش بمعنى انعدام الجدية الجزائري صارت عنده موهبة خارقة في أنه يحول كل موقف بغض النظر عن جديته بغض النظر عن أهميته إلى نكتة يا ناس تروح تشوف خبر تقرأهم بعد تقرأ لي كومنتير تبكي بالضحك تبكي بالضحك وهذا أمر محمود قال لك إحنا الجزائر رانا الشعب الرابع في الشعوب العربية الأكثر سعادة صح؟ بصح شكون اللي قبلنا؟ السعودية قطر والكويت ولا والكويت صح؟ يا ناس هادو راهم سعداء لأنهم عايشين في رفاهية إحنا علاش رانا سعداء؟ فهموني علاش؟ سعادتنا هذه هي هذاك الغربال اللي نغطوا به الشمس سعادتنا هذه هي هذاك الخيال اللي رانا نخبو به الواقع واقعنا صار مر مرارة كبيرة ولينا ما لقيناش واش نديرو من غير نضحكوا عليه ونضحكوا على حالنا وهذا أمر يقدر يكون محمود ولكن إذا زاد الشيء عن حده مشكورين انقلب إلى ضده كان نظرية الجزء والكل ممكن كلكم تعرفوها اللي تقول الآتي إذا كان فيه نظام مكون من جزئيات بسيطة وإذا كانت فيه صفات طاغية على الأجزاء البسيطة حتما وفعلا هذه الصفات راح تطغى على النظام ككل صح؟ مفهوم النظرية؟ اللي يطبق في الصغير راح يبان في الكبير متفاهمين؟ هيا نشوفوا إذا صح ولا لا يخي خلقنا 40 مليون دولة جزائرية ولا دويلة جزائرية هذا واش درنا؟ لو كان نلموا 40 مليون دويلة جزائرية واش نحصلوا؟ نحصلوا على الجزائر هذا يعني إذا كانت فيه صفات طاغية على 40 مليون دويلة جزائرية راح تكون صفات طاغية في الجزائر ما حبيتوش تأمنوني هنشوفوا the three T's التقعير النرجسية أكثر من تقد به أو عليه السيد رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية سواء من الإعلام سواء من المعارضة سواء من الشعب عوامه وخواصه هو النرجسية علاش راك قاعد كنا نسألوه بهذا السؤال بعض الناس التاء الثاني وش قلنا هو تحراش عدم الجدية أكثر من تقد به أو عليه السيد الوزير الأول سيد عبد الملك سلال هو قلة الجدية في الخطابات التحراش في الخطابات صح ولا لا التاء الثالث التقرعيج نسنسة أخبار الناس أكثر ما وصف به النظام الجزائري في 20 سنة الأخيرة أنه نظام مخابراتي فلان راح فلان جار فلان دا إذا مازال منيش نحكي سياسة مازال منيش نحكي سياسة إذا مازال ما وصلكمش الرسالة اللي حاب نوصلها هم اللي كنا نحكوا عليهم هم اللي كنا نلوموهم هم اللي نقولوا باللي دارونا كلش ما هم إلا انعكاس لينا هنا كاين هدية عطاها لنا الله عز وجل على لسان سيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الهدية تعلمناها في المدارس سمعناها في المساجد نحكيو عليها في المقاهي تدخل من الودن هذه تخرج من الودن هذه ما فقهناهاش بعقولنا ما فقهناهاش بقلوبنا ما طبقناهاش بجوارحنا هذه الهدية هي كما تكون يولى عليكم في شعوب فقهتها من غيرنا بدون أن تهدى لها على شكل دين لما نشوفوا من قادة العالم غاندي
قال لك be the change you want to see in the world. إذا رك حبهما يتسقموا لازم إحنا نتسقموا. لأنه بكل بساطة منطق الغابة نقوله. أنا عمري ولا شت مجموعة أسود يحكمها كبش ولا مجموعة أسود يحكمها ديب. لكن إحنا أسود لح يحكمونا حيكونوا أسود. نسينا إحنا وركزنا على هما. ومانيش نقولكم من باب أنه هما ما كانش مشاكل وما كانش عراقيل. نحكي لكم هذه الحكاية اللي إن شاء الله نختم بها. أنا خذيت البكالوريا تاعي في 2007 وكنت ثاني على المستوى الوطن، وتلاقيت بشخصين اللي ما زالني نتفكرهم. تلاقيت بالسيد رئيس الجمهورية، وتلاقيت بالسيد والي ولاية المدية في هذاك الوقت اللي راه هنا والي ولاية الجزائر، وكرموني وحكيت معاهم وقال لك كي تروح وتكمل قرايتك عاود ترجع وطبطب في الباب وتلقانا هنا إن شاء الله. هذه الكلمة اللي شفيت عليها طبطب في الباب. قريت في الجامعة الجزائرية كلي ككل الناس، نجحت في الجامعة الجزائرية، خرجت وقريت في الجامعة الأمريكية، نجحت في الجامعة الأمريكية، دخلت لبلادي من باب أنه نمد واش تعلمت. أصحابي اللي كانوا برا كانوا يقولوا لي أنت مهبول، وين راك رايح؟ علاش راك راجع؟ كي جيت له نطبطبت في الباب، بعت طلبات مقابلة للشخصين هذوك، 7 أشهر ما سمحت منهم. نعيط المكتب الوالي يقول لك ماهوش هنا ومشغول. قاضتني عمري وقاضني حالي، لأنه هادو ناس وعدوني صح ولا لا. كنت قادر نلومهم ونقول هما عملوا، هما ما خلونيش ننجح، هما ما خلونيش ندير. قبل ما بديت نلومهم قلت هادو الناس أنا كيفاش تلاقيتهم، كيفاش لحقت باش عرفتهم، عمري في حياتي ولا خممت فيهم. ولكن لما نجحت بدونهم هما اللي عيطولي. وش راني حاب نقول لكم يا ناس، النجاح مو مربوط بحتى شخص، النجاح مربوط بيك وبنفسك. أكبر عائق في طريق نجاحك هو نفسك. إذا تغلبت على نفسك الباقي كل شيء راح يجي في وزنه. مشكورين على وقتكم ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم.